منين يبدأ السيركل هذا؟ من الراس الكبيرة اللي يوصل للمواد، تجار المواد الغذائية بالجملة، اللي يوصل للعطار العادي. هذا هو السيركل اللي بيع المشروط، يعني اللي نحكيه. أنا نجم نعطيك اللي يخرج من الديوان اللي يوصل للكونسوماتور في الأخر. نعطيك مثلا الروز اللي صار فيه. الروز عمره ما صارت فيه بنيري في تونس، ما سمعناش قبل الروز قطع. شنو اللي صار الروز بالضبط؟ نعطيك حكاية تاعو بالضبط اللي عمره ما تحكيت حتى في شرجان. في بقينا ديوان شكون يجيبه؟ المستورد الوحيد اللي يجيب الروز هو ديوان تجاره. ديوان تجاره في شرجان بقينا 20 يوم ديوان تجاره ما عندوش روز، ستوك زيرو. في انتظار الباخره بتجي الباخره وما عندوش ستوك ريزيرف، ما عندوش ستوك ريزيرف. وفي الباخره اللي جات تعطلت في البرد، وبعد تعطلت في التحاليل. هذا كله صار 20 يوم. شنو صار في 20 يوم هذوك؟ السوق فرغ. المساحات الكبرى، العطار، الجروسيس كلها فرغت. المواطن ولا كي يمشي شيخ الروز ما يلقاش، كي يمشي ماخذ الروز ما يلقاش، ايش ولا يعمل المواطن؟ ما هو من حقه بصراحه، المواطن المسكين يخاف على قوته، يخاف على رزقه، ما نلوموش على فكره. لكن في اللحظه هذيك كان فما شكون الروز يغيب وبعد نلقاه موجود، من بعد تظهر كميات اخرى من الروز. يعني هذا هو الموضوع. لا هذيك مش وقتها، توصل وصلنا بعد. بعد 20 يوم هذوك كي يجي الروز بداوا يوزعوا في الروز. يقول لك هم بدهم يصرحوا في التلفزه، قالوا نخرج في 140 طن يوميا. صحيح يخرج 140 طن يوميا. تعرف شو معناها 140 طن يوميا؟ 140 طن يوميا هم داخلين على سوق شايح جمله. معناها كي تحط انت كردون روز كيما هكا مع التلفيته نتاعك تلقاها تلمت. معناها مش في 24 ساعه باش يولي السوق ساتيسفي. اسيدي مات الروز هذايا كي سابق 140 طن يوميا، معناها دي 380 كرذون. كرذون في 16 كيلو. احنا كي نمشيو نعبي 380 كرذون، كي نمشيو على الديوان مش نعبيه، ما يعطيناش اكثر من 50 كاميون يمشي نعمل له شيك سيرتيفيه قبل ما نهار نحط له نعمر فيها 200 كرذونه. كي يمشي غادي يقولوا لي عندك حق في 50 كيما ما شوف شد عندك كيفاش انا بديت. و 380 كرذونه هذوما تعرف معناها قداش من حريف معناها على كل ولايه. في كل ولايه سبعة بين ستة وسبعة جروستي. ما تسمع 140 طنات تقول هذا كيفاش باش نوقع يعني معناها الشعب الاخر. من وزاره التجاره البدايه كانت غلطه انه السوق ما فيهش روز، واحنا جبنا عدد 140 طنات. 140 طنات هي في الاصل تكفي، لكن وقت في سوق فارغ ما تكفيش. ومع التطلب الغير مسبوق معناها من قبل معناها ما عادش كافي. تصور انت في كل ولايه يعبيوا سبعة جروستي، كل جروسيست عنده 50 كردون، شكون مش شكون باش تخلي؟ وبالعكس هي قد ما تزيد نحطوا ولافه قاعده تزيد، احنا نحطوا ولافه تزيد، راهو من حقه المواطن باش يشوف سلعه كاكا يخاف. هي عوامل متعدده نعرفوا سي نبيل، لكن راهو المشكل هنا وين يتم استغلال اللهفه هذه؟ كيفاش يتم استغلال اللهفه هذه من قبل التجار الكبار او من برشا اطراف على الاقل المضاربين، مش حتى الغرفه نتاعكم ولا تجار المواد الغذائيه. لو انه في كل ميدان فما، لكن كيفاش يتم استغلال الظاهره هذه؟ اليوم نخبيوا السلعه والا نشوفوا لهفه التونسي على اي ماده غذائيه، نشوفوا اللهفه هذيك نستغلوها نخبيوا في بلدان نعرفوا في العالم الكل. لكن يقول لك الاحتكار في الديار، لو تحب نفسر لك الاحتكار في الديار شنو هو؟ مش في الديار معناها العائلات التونسيه خبيتها، معناها المخازن فرغت مخازن وخبيوا في المنازل نتاعهم. حتى كي تجي انت وتصير مدهمات، ما نحكيش انا انزه راه الناس الشرفاء وانزه الناس اللي تخدم بالقانون، راني نحكي في حالات صارت في بلادنا، صارت مدهمات امريه ما لقاوش سلعه في الديار. هذه بال لا ما صارتش مداهمات في الديار، ما تنجمش تصير مداهمات في الديار. لا ما تنجمش تكون اغزلي كي هما حتى في المخازن. نحب نحكي لك وفي صارت حتى قبل وشفناها حتى على معناها مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في الميديا لقيناهم ميم حتى في المخازن وحتى في الفريجو ما كانش ممكن حتى انهم يدخلوا لها مصالح المراقبه الفرق المراقبه على خاطر يلزمهم برشا اجراءات منها معناها الاذون القانونيه وكذا. دونك هذه الكل خلي تقول لي انت تدخلوا في الديار، اما فجأة معناها فرغت الدبوات وفرغت المخازن ما فما شيء. وين مشيت؟ اكيد في الديار. السلعه موجوده لكن في مكان. السؤال هذا بالذات احنا كنت جينا وزاره التجاره وجينا على غفله، تقول لي اعطيني الفاتوره الاخرانيه تاع الروز، اعطيني جاوك 50، اعطيني شكون تبيعوا. في لحظه زي ما تك تك نخرج لها ليسته.